بسم الله الرحمن الرحيم. تجربة اليوم هي قياس تداخل مايكلسون، وهي أحد التجارب التطبيقية على ظاهرة التداخل. هدفي في التجربة هو إيجاد قيمة الطول الموجي لضوء الليزر المستخدم داخل المختبر. أدوات التجربة: ضوء ليزر كالمستخدم في السابق، حيث أن قيمة لامدا الحقيقية له 633 نانومتر. وهنا السيستم الموجود عندي هون هو السيستم تاع تجربة مايكلسون، راح احتاج لشاشة عشان اشوف عليها الاهداب. بالنسبة للسيستم تاع مايكلسون بتكون من عندنا هون مجزئ اللي بالوسط، هاد مجزئ اشعة، هون عندنا مرآة ثابتة، وهاي مرآة متحركة يتم تحريكها بواسطة المايكروميتر، بتحرك عكس عقارب الساعة، فبالتالي بقدر اقيس المسافة اللي انا حركتها للمرآة المثبتة هون عن طريق اخذ قراءة المايكروميتر. هلا البيم سبليتر اللي هون او مجزئ الاشعة هو بيعمل على تنفيذ 50% من الشعاع الساقط عليه وعكس 50% الاشعة، يعني نصها بيروح على المرآة الاولى والنصف الثاني بيروح على المرآة الثانية. لما يحدث لها انعكاسات ترجع بتلتقي مع بعض تعطيني تداخل، اهداب تداخل. راح تطلع هاي الاهداب على شكل حلقات كما هو واضح في الصورة. هاي صورة الاهداب بعد ما نساوي المختبر دارك، هي مش واضحة لكن بالمختبر حتوضح اكتر. هلا هاي الاهداب كل ما انا عملت حركة على المرآة المتحركة رح تتحرك معي، سواء في الدخول الى الداخل او انها تطلع لبرا. فهاي الحركة دخول او خروج، ما بهمني خروج او دخول، لا بهمني انها عم تتحرك وعم بيزيد عدد الاهداب في الصورة. الآن طريقة تطبيق التجربة. القانون المستخدم دي سمول تساوي لامدا 2 في الام، حيث أن ام هي رتبة الهدوء، ودي هي عبارة عن المسافة اللي بيتم تحريكها على المايكروميتر للمرآة المتحركة. هلا احنا لما نحرك المرآة فعليا الشعاع الساقط على المرآة المتحركة رح تغير مساره أو تقل مسافته، يعني لأني أنا عم بحركها سواء بقدمها لقدام او برجحها، المسافة اللي بقطعها هي بتتغير، فبالتالي رح يصير عندي فرق في المسار، وبالتالي رح يصير عندي فرق في الطول، وهذا بينعكس نتيجته على الاهداب ومواقع الاهداب على الشاشة. الان عشان انا اخذ القراءات رح اروح اخذ العلاقة بين دي وام عشان اتحصل لمدة عمليا. كيف طريقة اخذ القراءات؟ بداية بحصل على الشاشة نقطة مرجعية، هاي في نقطتين، اي نقطة الطالب اختارها صحيحة. هذول النقاط المرجعية، هاي النقطة مثلا انت اعتمدتها الي، بالنسبة الي هي عبارة عن نقطة مرجعية. مرجعية لايش؟ مرجعية انه انا كل ما عم بحرك بعد عدد الاهداب اللي دخلت فيها، يعني بصير اعد 1 2 3 4 وهيك. هلا بداية راح يكون الميكروميتر على الصفر، فبالتالي العد راح يبلش من الاول، فانا بعد تقريبا 20 هدب بروح بعدين بقرا قراءة المايكروميتر قديش. هلا بنحكي عن طريقة اخذ القراءة على المايكروميتر. بعد ما اوصل لعشرين هدب مرقوا بالنقطة المرجعية، طبعا ما بعمل اشي، ما بصفرها مرة ثانية ولا بزيد اشي، لا بكمل عد للاربعين. يعني مثلا انا كنت واصلة بهاي الصورة لعشرين هدب، بكمل 21 22 23 24 25 وهكذا عبر ما اوصل للاربعين. بروح باخذ قراءة المايكروميتر، بعد ما اخذ قراءة المايكروميتر بسيفها بالجدول، بعمل للستين طبعا العد متواصل، للثمانين، للمية، وباخذ الخمس قراءات الموجودين للدي على المايكروميتر. بعد ما اخذ القراءات بين الدي وبين الام بمثلهم تمثيل بياني، حيث ان الدي راح تكون على المحور واي، والام اللي هي رتبة الهدب على المحور اكس. السلوب في هاي الحالة راح يعطيني لمدة 2، بطلع لمدة حيث ان لمدة عبارة عن 2 ضرب السلوب. بالنسبة لقراءة المايكروميتر، طبعا المايكروميتر تم اخذه في فيزياء عملية 1. المايكروميتر موجود عندي بالمختبر هون، مثلا هاي القراءة بالبداية بدي انتبه انه انا عندي من الصفر للواحد في 4 تقسيمات، يعني كل شحطة او سكيل موجود بعدل لي ربع،
فمثلا هاي القرعة الموجودة هاي عندي اياها، اي واحد هاي اثنين. هلا بالنسبة لي شحطة الاثنين يعني شحطة الاثنين مو ظاهرة، فبالتالي واحد وربع ونص، 1.75% على الجزء الثابت من المايكروميتر. بصفي عندي ضايل مين؟ الجزء المتحرك. الجزء المتحرك كيف باخذ قراءته؟ من الخط الطويل هذا وين بقاطع؟ عند العشرين. هاي العشرين جزء بالمية من المايكرومتر، فبالتالي بتصير القراءة 1.75 زائد 20% مايكرومتر، نجمعهم لبعض فبتطلع هاي القراءة تدي. مرة ثانية باخذ قراءة الثابت. قراءة الثابت هي جزء من، يعني كل جزء فيها هي عبارة عن ربع. هاي واحد، هاي 1.75 زائد المتحرك وين اجا؟ عندي 20. 20 هاي 20% من المايكرومتر، بجمعهم لبعض يعني 1.75 زائد العشرين بيطلع 1.95% مايكرومتر. بس هاي بتكون قراءتي، وهيك باخذ كل القراءات بالنسبة للأهداب الثانية.